السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء مرة أخرى في قناتنا، قناة الحقيقة الصادقة، مع برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل. اليوم إن شاء الله راح نتحدث إخواني عما يسمى بشلل العصب الوجهي أو العصب السابع، زي ما بيعرفوه معظم الناس هو العصب السابع. كثير أحياناً بصحى الإنسان من النوم بتلاقي نص وجهه ملووق، هذا هو العصب السابع. طيب شو أسبابه؟ بدنا نتعرف على مجمل الأسباب اللي ممكن تسبب هذا المرض. أولاً ممكن تكون لفحة برد قوية، يعني تحممت وتعرضت للفحة هواء قوية، برد هواء بارد بعد الحمام ونمت، بتسبب لك هذا الموضوع. ممكن على زعل، تكون نايم على زعل بتسبب لك هذا الموضوع. ممكن التهاب بكتيري في العين في الأذن أيضا يسبب العصب السابع أو ما يعرف بشلل العصب الوجهي. كيف بتعرفه؟ بتلاقي عضلات نص الوجه ضعيفة ملوقة على جنب، الثم مايل، العين بتدمع، اللعاب بيسيل، ضعف في نصف الوجه بكون. هذا العصب السابع. هذا باختصار فقط، يعني هي معلومات بسيطة فقط يعني حبيت أذكرها. الآن بدنا نشوف إحنا طريقة العلاج، وإن شاء الله إنه غير تدعولي في هاي الطريقة. أولا نكثر من أكل الفليفلة الحارة الحريقة، لأنه منا نزيد ضخ الدم لمنطقة الوجه عشان نقوي العضلات مرة أخرى. في ناس شو بتعمل؟ بتجيب دهون أبو فاس أو دهون بحرق البحر وبتدهن نص وجهها، ممكن يكون مفيد وممكن يسبب أضرار أخرى، أنا لا أعلم شخصيا، أنا أقول عن شيء مجرب. إذا نكثر من الفلفل الحريق اللي بحرق. اثنين، في عنا عشبة تسمى خاتم الذهب بتلقاها عند العطار، هذه العشبة ممكن نغلي مي وننقع معلقتين من هذه العشبة أو ملعقة بدون سكر، نتركها تتصفى 10 دقائق، بنصفيها وبنشرب منها مرتين يوميا. الآن أيضا العرقسوس والزنجبيل، أيضا من لأنه الزنجبيل بحرق بيزيد ضخ الدم لمنطقة الوجه اللي هي منطقة العصب السابع، أكثر من الزنجبيل مع العرقسوس. خذوا هذه الوصفة لوجه الله ومجانا إن شاء الله. سجل عندك كما تعودنا أنه منحاول نسجل قدر الإمكان، وهذه خلال أسبوعين إن شاء الله تشفى بعون الله. أولا نأتي بإكليل الجبل 200 جرام، ونأتي بمرمية 100 جرام، وزنجبيل 100 جرام، وكركم 100 جرام. الأعشاب هذه، الخلطة هذه، ملعقة طعام على 3 أكواب ماء، بنغلي 3 أكواب ماء بس تغلي، بنحط عليها ملعقة واحدة فقط من المخلوط اللي أنا ذكرت لكم إياه، بنصفيه وبنشربه 3 مرات باليوم، وإن شاء الله من أسبوع لأسبوعين ينتهي مشكلة العصب السابع نهائيا. لأنه هذه المشكلة إخواني كثير بيعانوا منها، وبتلاقيه، وبنصح دائما أنه حتى مع الوصفة بتجيب العلكة العربية، العلكة العربية هذه القاسية، وظلك اعلك بالجهة اللي فيها ميلان عشان تقوي عضلات الوجه في هذه المنطقة عشان تقويها. فشو بنعمل؟ بنجيب العلكة العربية وبنضل نعلك، ما لقيت علكة عربية جيب علكة عادية، لكن العلكة العربية لأنها قاسية نوعا ما قاسية، فعشان هيك بنجيب العلكة العربية وبنضل نعلك فيها، وكثر من الفلفل، أكثر من الفلفل الحار الحريق، طول ما هو بيحرقك بثمك وسنانك الدم بده يطلع على الوجه. أنا بدي الدم يوصل الوجه عشان يعالج هذه المنطقة اللي صار فيها ضعف، وهي في الغالب أحياناً
الشلل في الوجه، في نصف الوجه، يكون بسبب التهاب فيروسي، ممكن يصيب العين وممكن يصيب الأذن. فبدك تفحص تتأكد إذا مش نزلت برد، إذا ما تحممت وطلعت على هواء بارد وما صابتك، إذا ممكن تكون التهاب فيروسي. ممكن تفحص الفم، عفوا، تفحص العينين وتفحص الأذنين. لكن إذا نمت والله وصبحت لقيت حالك بهاي الحالة بعد حمام وتعرضت لهواء بارد، فإذا هو مثل ما أنا ذكرت لكم تماما. أرجو أنه تكون الوصفة مفيدة ومختصرة في دقائق، كما تعودنا في برنامجنا مجربات من الطب البديل. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جديد، إعجاب على زوجك، تعليق. اللي عنده أي تجربة فادته في هذا الموضوع ياريت يكتبها بالتعليقات حتى الناس تقرأ وتستفيد. مش شرط تجربتي، ممكن أي شخص عنده تجربة في هذا الموضوع فادته ياريت يكتب لنا إياها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.